عليكم ورحمة الله وبركاته. نتمنى لكم تكونوا على خير إن شاء الله في نهار جديد مع وصفة جديدة. اليوم جيت لكم بواحد الوصفة ديال واحد الكيك ديال التمر صحي ومغذي. نخليكم مع المقادير وطريقة التحضير. بالنسبة للمقادير، المكون الأساسي هنا هو التمر. التمر غنحتاجو لواحد 250 غرام ديال التمر مطحون، 100 غرام ديال اللوز أو الكاوكاو مطحون. أنا بالنسبة ليا هنايا اختاريت اللوز، حمرتو بالقشور ديالو وطحنتو بيهم. من بعد واحد 100 غرام ديال الكوك، 100 غرام ديال الزبيب، تقريبا واحد جبانية ديال الفورس، كاس الحليب، كاس الزيت، السكر على حسب الذوق، كاسة البيضات، خمارة وحدة، واحد تقريبا نص معلقه صغيره ديال القرفه ومعلقه ديال بودره كاكاو. خلطت المقادير كاملة، غادي نرميها دابا في الفرن على درجة حرارة 250 ونخليها تقريبا وما بين 25 دقيقة حتى 45 دقيقة.
انا خديت واحد شويه التمر مطحون وعملته على شكل كويرات، من بعد درته في الشوكولا وفنته في نواه كوكو. المرحله الاخيره غادي نزينوها باللوز افيلي وبداك الشوكولا اللي ذوبنا وبدوك الكويرات ديال التمر. اخر نتمنى هذه الوصفه تكون نالت الاعجاب ديالكم، وما تنسونيش من اللايكات ديالكم ومن التعليقات ومن الاشتراك.